إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن كسوة جنيه كتاب تقريب الحصول وحن مرأينا مكروه انتنا نسجرين وحن وحير قدرنا محرمك محرمك لبا الله قيبيا باعتبار تعلق الحرمة محرمك والحرام باعتبار تعلق الحرمة به قسمان لبا الله قيبيا تعلق قابك حرام نمضو اقود تعلق دي مكا لغفيريو لبا الله قيبيا لبا الله سوحيته حرام لذاته مد ذاته حرام الله ومد حرام لذاته وحنا اللي رضا كاس وحنا اللي رضا ما كان مفسدته في ذاته وشيء فساد في سداته سكسو أنت كشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا وشرب الخمر وأكل الخنزير وحرام لذاته ذاته حرام إيه ذاتديس او حرام ايه كاس وامد وحنا لرا ما كان مفسدته في ذاتي وشيء فساد في ذاتديس كجيرو كالشرك وقتل النفس بغير حق والزنا وشرب الخمر واكل الخنزير وغيرها كاس وامد كلابات وحنا لرا حرام لغيره غير كيس حرام نقضي ذاتديس حرام ما هي حرام لغيره كاس وحل لهذا ما كان مشروعا في الأصل ولكن حرم لوصف قام به وشيء أصل كيس حلال أها لكن صفك كنت درتيد الله حرم صفك كنت درتيد الله حرم حرام لغير وحل لهذا ما كان مشروعا في الأصل وشيء أصل كي بنانا ولكن حرم لوصف قام به لكن وحى الله حرمي صفك قنطي كالصلاة في المقبرة أوكلي. كالصلاة في المقبرة إن قبوره الويت كده هو حرام لكن صلاة مياه ده كده هو حرام مايا وصفي كان كوكو مي حرام النقط والبيع يوم الجمعة وقت النداء الثاني فيه وحويان والبيع يوم الجمعة وقت النداء الثاني بيع حرام كي هي رقة شمعه هو واجبتي ما علمت شمعه أدن كدام ده دور حرام بيع لكن لذاتي بيع حرام ما هنا يقول محيو حرام النقضي لوصف قام به أو محيو يهي ولشغله عن الصلاة وعن ذكر الله قطبة إيا صلاة دو كم مشغولين أقفك إلا كليت الله حرم وعسوك لي قسم قاس ما حرم تحريم وصيلة وحي وصيلة حرام النقونا قصاص الله حرمي كان نظري للمرأة الأجنبية سيدا قبر أجنبي كائنات فيري دوك علي مركا قسم قاس فيري قسم قاس دنبت مركا تقسيم كي معنى وينو كينا مركا معنى وينو كينا قسم قاس دنبت وحويان وصيلة الله حرمي وكمت وحويان قسم قاس حرام لغيره waxa dhici karta in la baneeyo li maslahatin raajihatin maslaha raajiha in loo baneeyo dhici karta li maslahatin raajihatin in loo baneeyo dhici karta qismigan xurima tahriim alwasila oo wax weyn xaraam wasila u noqday saas loo xarimo qismiga ah waxa dhici karta in la baneeyo li maslahatin raajiha misal gabadha ciniga ina fiirda waa ka xaraam ninkii doonayay rabay inuu guursado waa weeyaan wa u banaanta in fiiri wa u banaanta li maslahatin raajihatin wa u banaanta in fiiri waxa la maslaha raajiha ku jirta maslahada sunu waxa ay tahay wax weeyaan waxa la rabaa qoys in la dhiso qoyskaasuna ma ahan wax weeyaan usbuuc inta wax weeyaan laysla tunta lagu kala tago ma ahan ee qoys dhisnaada ee ubad ilaahay u tala galay siiyo ee isla jooga ee baaqi noqdo inta Ilaahay ugu tala galay laga rabo taasna waxay ku u baahan tahay taanni ya kafirsi iyo ala ilmi qofku inuu ku galo ay u baahan tahay oo ogaado
انتو سن وحوين قرين انو وحكا اقاد سيدا ترتضى الله بمينا وكذلك قبر واحد نصب نقتر قبر الوال واي قبر ايضو ليدي كرانين لو مجي كرا إلا مركز واحد بنانانا تختار نيما إلو جيو فيريانا ماشي عنو سنين داي مال فيرا وبهانت لمصلحة الرجاعة اللو بنانا اما قسم جيو خوراء فيري الشرك ولقس لبنانا مصلحة بنانا إذا مجيو قتل النفس الله تحرم الله ولقت مصلحة بنانا مجيو الزنا ولقت مصلحة بنانا إذا مجيو سيدة غالب كاساسي وبنانا فاسم جيو قو وحويان محرم لذاته إن بضانا كميدا مرنا اللو ما بنانا لمصلحة الرجاعة اللو ما بنانا marka gaar waxa weyn haddii shurb al qamr iyo kala wadii kartaa tel kaas oo qofka ba uu isteego shay oo midan waxba ku isteegay guriga wax kale oo lun guriga lama siiyay la waayo in glass qamre loo dhigo juk ha ku siiyo taaso kale taa lagu baneeyo ah taaso kale alu baneeyo waa iska xaalad aad u naadir subajid laakin kuwan ma xaalada banana baneeyo fiiri oo kale to salaada baad al fajr wa baad salaat al asr wa haram نبي قد يدي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقة هذا المصلحة الرجاعة الله بمين والله بمين جنسة دي اللي تكن صلاة دي أصابت لها اللي تكن صلاة دي أصابت لها اللي تكن وكجد ابني باب كاس وحن قلنا مكروه قال المصنف مصنف وغيري والمكروه شيء لك هذا لغة من جهة اللغة حق اللغة المبقض وشيء اللي عرودي لقاهان ومد اللي عرودي واستلاحا من جهة الاستلاح حق استلاحا ما كيوه ينهاء الربيع عنه حق الشارع الله شرح دجيها لا على وجه الإلزام سلازمين أمر ريبين بالترك كتجد لسكو لازمين وذلك مثال الذي سينا كالأخذ إن وحلقو قاطوك لو يبشي مالك بالإحدى قفا وحوي سوتاك بالإحدى دوقارة والإعطاء قفك وحلقو سيو بها بشي مالك بالإحدى تعصوك لنا ومثال الذي سي فخرج هذا الاحترازين فخرج وحا كبحي بقولنا مركانيري ما انها عنو الشارع ووحي الشارع الرياضي الواجب واجب كيا كبحي والمندوب كي لسنة يا كبحي والمباح مباح يا كبحي صدح داس حالة صدح الشارع مرهبين صدح داس شارع مرهبين وخرج وحا كبحي بقولنا قول كان آنيري لا على وجه الإلزامي سي اللازمين او انو سأو الرياضين بالترك ان لغتك اللي سكو اللازمين المحرم ايابحي محايا الاساق وحا شارع الرياضي على وجه الإلزام بالترك والمكروه مكروه هذا هو شيء أثر كيسي حكم كيسي والمكروه مكروه يثاب أجر أيالا سيا تاريكو قفك كتغي امتثالا أمر قادة شو إلهي رسولك أمر قادنا واتغي ولا يعاقب لما عقابه فاعله مكروه قفك سميي لما عقابه الشرح الرابع مثلا أفريدا رابع عاصو من الأحكام أحكامتي كمدا أحكامتي التكليفية التكليف كلونيس بي أي مكروه وشي قال لك هذا وفيه مكروه كسونا بين ثلاث مسائل سدح مسألة كسونا أوضر سدح نوع اللغة هذا الأولى مسألة وهر إذا تعريف واقعي حديسة والمكروه مكروه لغة من جهة اللغة حق اللغة المبغض وشي قال له عروضي وهو مكروه ضد المحبوب كان لك علاده يكسر كده مبقط هدي له شيء لو عروده وهو مبقط كي ضد المحبوب مد كان لك علاده لدكيس وهي والكريه كريه القبيح وشيء حن الكريه كريه القبيح وشيء حن وفي اصطلاح الاصوليين والمكروه مكروه في اصطلاح الاصوليين اصوليين تاصطلاح ذا احد ذا حاله او اهاده ما كي وينها او ربعان حق اشار الله شرح الدجيا لا على وجه الإلزام سلازمين أمريبين بالترك كتجد ليس كل لازمين ومحترزاته وحيالا الله يسكاك إلا علينا وحوين تعريف كان ومحترزاته محترزاته استلاحا وحيالا اللغة احترازة كما سيدي ويتقدم كو صهر مر في المحرم وحوين ما أنها عن الشارع ومالك اللي يرهده صدح بيها اللغة احترازة وآه واجبك مندوبك مباحي ومحترزات محترزات الاستلاح استلاحا وحيالا الله اسكاك إلا لنا كما سيدي ويتقدم كسو هرمري في المحرمي سوا قولي مركا لقرر يا بشيق قولك سؤيري لا على وجه الإلزام تاسو ودوية محرمك لا على وجه الإلزام بالترك فإنه قولك يحترس وحو اسكاك إلا لنا شيق به قولك عن المحرم محرم حيالا اسكا شارع وحو الرابي على وجه الإلزام الثانية مسألة لبعض الله قهد لأمثلة ومثال لديسة نها واربي الشارع الله شارع قدتي المكلفين مكلفين توقو كاربي عن أشياء شيال
شيال كاسو تركوها كتجتان كودو أصلحوا وكونك بدن من فعل سمينتين شيال إن لقتها أي ونك بدن تاعي أو إن لسني أي كفة عن تاعي وكرر ولم يضيقكم إيرير شارعه عليه مكلفين تكركوا ذا بتحتين تقيها أشياء ناس كتجدد لازمتين لازم أقامتين إيرير أقامتينه كيف حاجة مر كم مر ويسك سمع سنة ومنها أشياء داس أشرق الرابي أو كتجددو أي كفة عنتا إلا سمييو أيو كميد أهادي تقميد العينين لبدا إن دوض اللي سكود لكيو فرك سلاة الوجر تقميد العينين لبدا إن دوض اللي سكود لكيو في سلاة سلاة الحيد حيث كود لكيو واحد الويد ميلا فير الويد مكت مركا أتاقن تاي ميشت كو سجود إذا فير يلوي مركا دا تحيا دا إذا نفرتان أتاق إذا فير يلوي مركا شقا دا إني الله يلي حاط اسكود لكيو واستقبال القبلة هي قبلة لو جيستو او كلا حال الاستنجاء مركا لا سنجونا تاسو كلا وار ريبا شرعي وشرب ان لعب قائما حال يقف متاغن حديث فضان عن نبي كرر وكري وحا لو ليه نبي كو ابي سو تاغن تاسا لو ليه حديث ان الى جمعيا لا ربا اي قيب ان لا قادن قيب لا تغي وتطيب ان لا يسعرفيو كلا في ثوبي مرض لا يسكو عرفيو قبل الاحرام انت لا حيران حجك عمره قفك مركو حيرانا waxa sunnaa inuu afar isku shubayo wax arfay uu heli karo laakiin sida sunnada waxay tahay korka inaad ku shubto adoon sidan labadii marood ku xarmal xeer dharkii aad ku xiraleed xajji umrada adoon sidan dhar kale siite aad atarka marsanayay wax arfay kadib labada go xirane saasa fiyane qofka marka labadii si go hadu iska sii xirto intuu san xajji umra xiran oo atarkiina marka korka marsado waxa weeyeen taasa kale hiye saata amrihi yaata ku gaare oo jirkay ka qaadanayaan markaas oo kale marka waa karaahi haram lama dhigi karo waqtigaas haram kama aha wax arfaya sharciyaguna ma dhihin haram weey mar oo wax weyn arfayda inaad wax weeyaan ku xirato xajji umrada ee waxa la yiri xajji umrada magaad xirato kadib iska ilaali wax arfaa oo ha xiran kii hore inuu baaqi noqdaan haram ma marka xiran laakiin mariyaha in lagu marsado ma aha hayla korka la is amro marada lama arfin in la marsado korka la amro in la marsado intaan la xiran xajji umrada markii la xirtana haram u noqona kii hore marsatay oo kugu baaqiyana dib male iyow al-akhdh in wax lagu qaato bil yadi shimal gacanta bilixda wixii lagu soo taagay inaad ku qaadato karayo way midigta ku qaado iyo wal iqda in wax lagu siiyo qofka biha bilixda athalithatu masalada sadahayda atharu huwa raakis macna hukumka uu leeyahay makruuha al-makruuh makruuh yundar wa la firiya lahu makruuh min jeetayni laba dhinaca laga firiya al-awwal annahu makruuh yusabu huwa shakhsi wal ajr sina على تركه مكروه كتجديس أجر لك سينا بالنية التعبد إلى عبدت نية وغطه وإنه امتثال وغطه هو إله يكون عبدا إله يكون عبدا الثاني أنه مكروه لا يعاقبه هو شخص العقاب ما على فعله فعل المكروه مكروه سمنتي سلا عقاب ما وقرر وحصق الشاطبي شاطبي أن المكروه مكروه لا يعاقب العقاب ما هو شخصي على فعله مكروه سمينتيس من حيث الجزء حق الجزء هان أما من ناحية الكل حق جودهان فإنه مكروه يأخذ وحقادنا حكم المحرمين فإن المكروهات كران أغوصت وذن كتغي لما يلا يويرتاس لكن مت لبقي مركات كتكتو تاسو خلوة لبمالة والقوع عقاب ما قال المصنف مصنف كويري واش محمد بن صالح العثيمين والمباح مباح لغة من جهة اللغة حق اللغة المعلن وشيء لموجيه شيء لموجيه لغة مباح لغة لبا معنو كبعا لبا معنو ليه مباح حق اللغة شيء معلن كهو لموجيه إيا والمأدون فيه شيء لسكوفة الصحي قولوا قدوا الوئد ما يواصمي كرتا لبا داس اللي ده ده مباح لغة لبا داس معنو كبعا واصطلاحا من جهة الاصطلاح حق اصطلاحنا مباح ما شوي والمباح مباح استلاحا من جهة الاستلاح ما شوي لا يتعلق وسنكو تعلقين به ماغا أمر أمر وسنكو تعلقين ولا نهي نهينا وسنكو تعلقين لذاتي ذاتي سنكو تعلقين لذاتي وحسكك إلى علينا هدو وصيلا نقضو مباحا هدو وصيلا نقضو أو نقضو شيء مأمور أصلا مأمور نقنا محايلة الوصائل لها أحكام المقاسد هدو شيء وحويا منهي ونقضو وصيلانا من هي النقطة؟ مركا لكن ذا تجلس شيء مباح أو أمر إنه هي منك تعلقين ومباح لكن هدو وصيلا نقضه أو كجارسين شيء مأمور أصلا هو مأمور هدو كجارسين شيء منهي أصلا هو منهي
وذلك مثالك كالأكل إن وحلا عنا كلوية في رمضان رمضان كدحديسة ليلة وقت الليل وقت هذين إن وحلا عنا أكله وشيء كمباح فخرج وحاكم بحي بقولنا قول كان آنري حتى احترازين استلاحاتك استلاحي أصوش احترازاتك شيء وحلا كبحي فخرج وحاكم بحي بقولنا قول كان أنكو هذا النوري ما لا يتعلق به أمر وحبحي الواجب واجبك والمندوب مندوبك إلا لبراس أيك أمرك تعلق labadaas ayaga amara ku tacaluqa marka waxaan amar ku tacaluqay diri labada sabixin way wa kharaja waxa baxay bi qawlina qawlkeen aaniri wala annahu nahina wa yusan ku tacaluqin al muharram ya baxay hayla nahya ku tacaluqa wal makruuh makruuha baxay la nahya asna ku tacaluqay khalas afraday bixin awl bax kaantu shan yahay xaso haray mubah bis marka xadki wuxuu khalis u noqday mubah wa kharaja waxa ku baxay bi qawlina hadalkeen aaniri lidaatihi mubahadaatadiisa waa inaan amar iyo nahi ugu tacaluqin waxa baxay ma shay law tacalqaatu ku tacaluqi laha bihi mubaha amrun amr li kawnihi kawnil mubah mubaha ahaan shadiisana ugu tacaluqi laha wasiilatan mid lagu geera uu noqdo li ma'murin bihi shay lays amray aw amasi nahyun nahy yadu ku tacaluqi laha amrun tay ku cadfanta نهيضوك التعلق لها لكونه كون المباح مباح أنشدي سنقول التعلق لها وصيلة مثل جوجر أو نقض المباح لمن هي عنه شيء لا يسكره تاسف الحين مركل لذات مركل الروح بحي هذو أمرك التعلق أو ذات دي سكوت التعلق لكن وقول التعلق شيء مأمورة الجوجر شيء مأمورة الجوجر أما واحد النهي كوت التعلق واحد شيء من هي الجوجر أو وصيلة وين وخرج وحكى بحي بقولنا عن لذاته ما شيء بحي لو تعلق او كتعلق لها في شيء امر امر لكونه مباح ان شديس او تعلق لها وصيله مثل لو غير او اهاده لمامور به شيء ليس امر او امس انه ينو كتعلق لها لكونه مباح ان شديس دكتور وصيله مثل لو غير او نقضه لمن هي عن شيء ليس ريبه فان له مباح وحا اسقنا بي حكم ما شيء حكمكيس كان مباح او اهاداي وسيله مد لو غار له ماغاس شيء لو غار يو كخو نكونا الوسائل لها احكام المقاصد الاراده شيء شيء كو غارسينه كو غارسينه او كخويه شيء كو غارسينه كو غارسينه يو كخويه مركز ويري فان له مباح وحا اسغناداي حكم ما شيء حكمكيس كان مباح او اهاداي وسيله مد لو غار له ماغا ومن مأمور مثل ليس أمريئة كان لغيره أو منهي مثل ليس كاريئة ولا يخرجه مباح كبهما ولا يخرجه مباح كبهما ذلك أي كونه وصيلة لمأمور أو منهي ولا يخرج كبهما هو مباح ذلك كونه وصيلة وصيلة نسؤول نقضي عن كونه مباح أهان شديس كبهما مباحا مباحها في الأصل أصل دي الميديد إيه هدي وشي مأمور وصيلة النقضي أستجينا مأمور النقضي سين مباحوية هدو شي مكروه أما سحرام النقضي وصيلنا من هي النقضي سين مباح أولاده وهذا من هي دي الميديد وحال أولاية مركة مأمور كالنقنا والأمر الخارج أرين كبحسنا مأمور كالنقضي اللي داتي أمان مأمور مركة من هي كالنقنا أرين خارج وكبحسنا أكدك منهجة اللي ذاتي أمعها منه مركا كسار ما يدو مركا وصيلة عن أول نقضي مباح إن أسلح كسار منه وما لما بيك رسيس هو فقيا وي وغير والمباح ومباح حتى وحو شيغة تاس وحي الحد كيسي وحو وين أثر كيسي أيو شيغة والمباح ومباح ما دام انتو دائم كوياي على وصف الإباحة بنين توصف جدي فإنه مباح لا يترتب كما رتبه عليه مباح كركيس ثواب أجر ولا عقاب عقاب من كما رتبه ويسمى وحاله مقعبا حلالا وجائسا لماذا مقعنا ولي حلالا وجائسا يا مقعي الكلام الشرح الخامس مثل شنعية المباح ومباح وفيه مباح كسرنا أربع مسائل أفر مسألة الأولى مسألة هو رد التعريف وقيح حديثة المباح مباح لغة من جهة اللغة حق اللغة يطلق ولا إطلاقا على معنيين لما معنى له إطلاقا الأول مثل كوبات المعلم وشيء لموتي شيء مركا لموتي مباح للغة العربية ومنهم معلن كاسو كمت أهادي قول الشافعي شافعي قول كيسي وكيري في السكران قفكا مركانسا
qofka marqaansan noo qeexay leh xaalada horta marqaan qofkan waa marqaansan goor ma la dhig kara wuxuu yiri alladi huwa sakranku alladi waqafka yaqtalu usdimayo kalaamu hadalkiisa almandum ila tahay hadalku mugta qaab isku xiray haddu hadalkii waxa weyn bar iyo kofur u kala dhigo oo tixdi kalumiyo waxa la leeyahay waa marqaansan ويبيحوا واتنا على مدى كبير الويقان ويبيحوا وقفك بنايا بسره سرتي سي المكتومي لقريه سرتي اقرصون هذا اسكاكشة كانت سوق الليما وكاسا مركاسا للي وقفك وامرقا وامرقا ما للي ابروي مركا ونوعا مركا شيء اللي موتيوه اللي هذا مباح هذا لقريانا لما وحوين لما يريد وهذا تزمق شري لفك ساسو اصو معها فإن يسألوا عن مذهبي لم أبوح به واكتمه وكتمانه لي اسلم اه ان يسالوا عن مذهبي لم ابح به غير هذا زمخشري وادي هرت مذهب كانت حق فقه باب اللي كان حق عقيده المعتزليه تاع غير هذا وحيري لم ابح به ما موجنا اي اه وكتمانه لي اسلم ان قصر اي خوم مذهب كي فقه هو كتمانه لي اسلم معايا لو وحيري فان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح الكلاب والكلاب هم هم hadaan ila wiil malikiyaa waxay leeyihiin eeyaha la qashuulay ha ilaa wuxuu qabay shaafka in malikiyadu eeyge inuu sankorkiisaanu najaas ahayn ee tacabud ay tahay nakhla mayray ha ayaga eeyaha wiil marka malikiyuu ha mesh xumu kabtoo sooma jeedid markaas yiri wa in xanafiyan qultu qaalu bi annali ubihu dila wa huwa sharabul muharram baan ilaa yiri xanafiyan waxay leeyihiin qabradu banayna ها قام رضو بني وانا الشرف الهي حرمي قام أبدلا نحن لا تشيدا حنفية وحي رادين قام رضان هدي لغا السمية حنب وقام وحي يد ايو احبران بوا حرام هدي وحكلا لغا السمية سيدة تمرت ايو حانك جير ايو وحكلا لغا السمية وحي رادين انت يروا اسكب بنامت الى اي جاري ذي حير ايو احمر قامي كرت مركاسي حرام نخوني حيال اصل ماهن الا دين ولي المهرينية ما نعها صح وحدي حديثك صحيحة محولي هاي ما ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره هذه واحدة من اللي جعب أمر قامين أيوه فقليله حرام قول سواب كواساب لكن أيوه مسألة سيدة سيدة هذه مركز وحيري حدان حنف في الشيء قال أنا وحي ليه يهينو قمتدو بني مركز تاسنا ساسنا وشي يقول أيوه وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيع البنت والبنت تحرم أيوه بان إيه لهاي الشافعيا بحي ليه يهينو قبضة نشي قرسة ومن كانوا قبضة gabadha aad dhashay inaad guursato kartu qaba ay leeyihiin meesha uga nisbeeyna mata shaafiiya waxa shaafiiyadu kulli u nisbeeyay kutubta shaafiiyada muqarrar ku ah inuu qabo ninka gabadha uu dhaaye u san sharciga ku dhalin oo zinada ah waa ku nikaasantaa maahan gabadha oo caadi ah u dhaaw taas ma qaba aayul billah ma garatay laakin waladu zinaha gabadha ila sharci kuma dhalin ajnabiye ka tagay waa ku nikaasantaa marka tiyo kula dagaala هذا يسمى سلفيقي مركا تاسا ساسا أشيكن وشافعين ساسا إسكا إلالي وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيد مشبه متشسم حلولي حتى عن إيه لا وحو إلي حنبليا وأحمل من حنبل شيء قالها وحي إليه هو مشبه وحو إليه إلها قعان وحو إليه إلها عرشي كسر إلا هو معتزلي يصوي ومعتزلي أنت كالوحو كو إليه مسائل فقية لكن أحمد وحو لتوقت لأي عقيدتي sababtoo ah waa ninka isku rafaadeen oo imaam ahli sunna wal jamaa noqday sawma jeedid marka waxa weeyaan waxa la leeyahay wax dhahda mu'tazilidiisa kala min baa waxa ilaahayna hadaan ila xambaliyaan ahay waa mushabbih ilaahay adoomada ku shabbah waa mubaqid loo xarooday waa mujassim ilaahay jir u yeelo dhaha ilaaha gacan oo ilaaha waji leh marka caqiidadii si fasidkeeda ka soo urayda sawma jeedid allahumma staan marka waa nuucaas marka fiir halalkiisa maxaa ku jiray fa in yasalu an madhhabi لم أبوح به أوي ما موتشنا مارك إباحة هو شيء لم موتشيو شيء لم موتشيو تنلبات أو مباحة لغو إطلاقا الثاني المأدون فيه وشيء لا يسكو أقلاب ولا يسكو فصحي ولا يرادة شيء أصلا مباح شيء لا يسكو إطم يقال وحل يرادة أبحتك شيء شيء وانكو بني ولا يرادة لغة العربية أي أدنت لك وانكو إطم فيه وأحللته وان حلالي لك شيخ مارك الله إدمو قف كان إنو سميك ردو أقلاتنا مباح لنذا لبدا اسمعنو آم مباح وغو إطلاقا وفي استلاح الأسوليين والمباح مباح في استلاح الأسوليين حالو أهادي ما شيء وي الله يتعلق بي أسنكو تعلق أمر أمر ولا نهي نهينا أسنكو تعلق لذاتي كاس ويان
وهذا التعريف تعريف كان مشتمل وحكوب سنة على ثلاث جمل سدح جمله. الجملة الأولى جملة أبوه رأيضا ما شيء مباحة لا يتعلق به أمر مصنكو التعلقين ويحترس وحشيق إسكاك إلى علينا بها الجملة بس عن الواجب واجب إيه والمندوب مندوب لأنهما واجب إيه مندوب يتعلق بهما وحكو التعلق أمر أمر. الجملة الثانية ولا النهي نهينا وينوسن كنت تعلقين أي ولا يتعلق به وينوسن كنت تعلقين نهي النهي ويحترس وقوسك إلى أن نشيقه بهذه الجملة بس عن المحرم الشيء اللي حرمي إيه والمكروه كله كهذي لأنهما محرم إيه مكروه يتعلق بهما وحا كنت تعلقا نهي وإيه قال ماذا يسوى الله إسكرر. الجملة الثالثة لذاته وي أي لذات المباح مباح درتيس وهي عن أمر إيه النهي كنت تعلقين ويحترس وشيق وقوس كجاء إلارنا به لذاته ذا لفظك لفظك سبيحي لفظك وقوس كجاء إلارنا عن المباح المباح الذي مباح يتعلق به وكو تعلقه أمر أمر أو نهي نهي لا لذاته ذاته سكما تعلقه ولكن لأمر خارجين أرن ذاته سكبحسن وكو تعلقه وهو أرن كاسو وكونه مباح أهن شديسا وصيلة مثل جوجارة أو أهابي إلى مأمور به شيء ليس أمري أو منهي عنه أما شيء ليس كهرباء الجوجارة فإنه مباح يأخذ وحق قادنا حكم ما شيء حكمكيس كان مباح أو أهابي وصيلة مثل جوجارة إليه شيء شيء الجوجارة يكتب النقانة هدي واجب كجارسينا واجب النقانة هدو مندوب سنة كجارسينا سنة النقانة هدو محرم كجارسينا محرم النقانة فمثلا فأمثلك وأنكوت تصالينا مثلا تصالي الأكل إن وحلقنا مباح ومباح في الأصل حق أصلك لكنه أكلجي لكنه أكلجي يكون وحو النقانة واجب وواجب قرمة إذا كان هدو أكلجي النقضة وصيلة مثل جارة إلى حفظ نفسي نفط إن لقى إلى ليه من الهلاك إن يدمط يقف نفته كده يتكتواجه وكتن وحنا ونهلك روحنا لها ما بنا نفتي سئل الدلاء لا إله الدلاء ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ما قرأتك ونفتي سقفك من الدلاء حاران قطعا وكبائر وي حتى ما عندهم بيك مركا قفك مركا عالي هذا التناديق أنا بحسك أنت ساكي واجب يسونه من ماما وشيء كان مباح لكن نفته وحده يقول رعي بويحة يقول لها ما أذهلي كبته واجب النقرة مركا فيري لديهما يأكله واجب لديهما عائلة ما أنت واجب واحد كده جاي واجب كي نسيك اللي وجهلك واجب كي نسيك اللي وجهلك أصدق إن الله مر معهن مركز سورة دنا مثال كله والشراء إن واحد لقطه مباح ومباح في الأصل أصل كواس كم مباح إن هذا حكلاطة هذا سوق أنت أدم أنت عتر سوق لطة ومباح واجب يصون من الله بهما أصل لكنه الشراء يكون وحوهانا من دوبا كل سنة وقارما إذا كان مركو هذا الشراء أسوح قدشاده وصيلة من لقو قارة إلى التطيوب إسعارفين للجمعة الإسعارفين مثال جمعة ولا تشوغة عطر مهيدي سكر لكو مهيدي كرت لعقات شابك كوبو جيرت عدا كينو وكا ميسكا سعر إنات قدرت دريق كلمة كو قاري كرتا سنة نمادي إنات سوى قدا قدد داسوا سنة معايا لي سكر دريق كلمة لقو قاري كري هذا إن اسم هذا هو حرف أنا واسون مركو وان نعاس مركز يرو الأكل إن وحلاقنا من مال زيت قف مالك هذا زيت متجار اللي متشيل مثال هو مركز يرو الأكل إن وحلاقنا من مال زيت زيت مالكيس مباح ومباح في الأصل أصل أنا قف كست مالكيس وسكلي هاي هذا هو كاسي أنا بقى أنت ومباح أصل توكسيو أنا أنت ومباح لكنه أكله يكون وقناقنا مكروهن كراهية وقارمة إذا كان هبطون نقضه مال زيد زيد مال كيسة يغلبه مدو ككار بيه على كل كيس الكسر الحرق برعب بدأي لك بيكده سوما تشيدي إبروه مركز حلال واحد أولوية كان ها تكاين كيارو اسكا قدان كيري مركز يقول أنتو بيان بلدي برعب بدأي مركز اسخوط دعا حراوه لما تنيه كريين علمه oo waxay u dhalin shireen yahuud oo xibaba iyo qurunka ka shaqeeyda nabi waa la macaamil deyn ka qaad bal asaba deyn ay ku leeyeen waxa dhan bal la soo yeeyay yahuud inay macaamil xaraan gali jirtay haddana xalaal waa heesina waa ganacsayn badar iyo gadeey marka qofka dii xalaal iyo xaraam isku daran tahay waa laga gada kara laakiin marka ay isku daran toosan ka badnayn xataa karaahiyo xataa ma marka aysan kala badnayn ama xalaashu badan tahay ee marka karaahiyada ay tahay waa mar xaraantu badnaatay waa marka xaraantu badnaatay مركز وين مركز ليه؟ ولذا سيد الميت كان نبي وحكي كده هذا تكامل بس كلا هيو حلاش هذا عن هب إيه ونحبائيه وحيلا يري يرى حراما ما يلا ونكسر جل كرا ليس ليه سو ما تشيد مركز وغيري وبيع العنب عنب عنب كوانا جديد أصل كقمرة ما غش عنب على قصري عنب كاس على قصري أصل
مركز هو بيع العنب عنبك إن لقضى مباح ومباح في الأصل أصل لكنه بائي يكون وحنقنا حراما حرام إذا كان هدوية بيعه عنبك جديد ديسة لمن قفل قضى يبتقده كدقانا خمدا قمر هدي قفل أجيه إنه قمر كدقانا لقى قضى حرام هاي لو التعاون على الإثم والعدوان والتعاون على الإثم هذا كوك عن سينا ما أنا بدنت أو واحد وين مياه قبل عن بق واحد كلام الله ما ببيره واحد كلام الله ما ببيره واحد الله بيره أنا بكن إن قمر القصر مياه قبل وين مياه والله ما مياه قلنا والله أنا أنا ده واحد قدرت يفرق كده معانا لعنة كمدي مركب قفك كم قبل يلقي هاي قفك أنو قصر مياه سنة قمر إنا تكذب حرام مركب فيري حتى بيع مباح أصل كيسة لكن ما حرام كده جاي كان وسيلة إلى محرم خلاص ولا يخرجه مباح كبهما كونه انشديسا وصيله مثل غير او هذا قيركيس ان كونه مباح انشديسي مباحا مباح وهاجر في الاصل قبل ان يكون انتو سنقون وصيله انتو سن وصيله ان نقون انه مباح هاجر كسارمين فاذا زال مركو سولو في انو سن كبخين واخا كتو سافير فاذا زال هدو سولو التواصل كو غارده لو غارا به مباحا الى غيره قيركيس رجع و هو لابنا الى حال حالته يسالوا له هريده ويلي بحث hadda qofka la toorday ayay yimi oo aadan wuxu ka sameeyay aqoon ama waqtay inuu cunay mubaaxiisu iska ahana sidii uga gade fiidii uusan mubaaxnaa ka bixin mubaaxnaa uusan ka bixin athaniyatu mas'alada labaydo mubaax looga hadla amthilatu wa mithaladisa al mubaaxu mubaaxu aktharu al ahkami ahkamta waa midka ugu badan ahkamta at taklifiyati taklifka loo nisbiyay ahkamta al khamsati ashanta asaga ugu badan wa hada aktharu min rahmatillah ila in hadisi say kamitaay bi ibadihi adomadisa uu naxariistay wa taysirihi ilahi fudayntii say kamitaay alayhim ala al ibad adomada ugu fudayay wa min amthilatihi mithalaba mubaaxu kamit ahaday al aklu في رمضان ليلة وقت الليل وقت هذا أنا وحلا عنه وصيد البحر بدأ أجار كده للمحرم حال أسمنا هذا طب كم محرم كا قل كأنه كأجار صدق حرام كتب وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لكن وحوين بدأ والله حلالي وكأجار سكرة مباحوي واجب سنن ما والمزارعة إسلام بيرش بيرتان الله كشقة ونافل وهي كصباح برا الليل أنا برا الليل وتس المزارع وانا بنانتي شاف ايضو ايضو وحيكو قيدان مزارعة كريجيت ما بنانا زرعيقو كريجيسا ما بنانا حطان ثمار كوچري وانا ميشن جيه تميريت هدو كوية لان ايا عينب مزارعة انا الغدر اولا مزارعة واحن طلب بيرو الله قرطو سكيتو اسكبو سيدا قليدا مسي قادة ديجير تواحلا متكوي ما قراتي ماركا وحيلين كريجيت ما بنانا كريجيت ما بنانا بيرتان انت زرعيكو ابورتو wixii soo baxaan saas u kala leenahay ma banaana laakiin hadii beerta geedo ku yeelin oo timir ku taalo iyo cinab waxa la leeyahay timirta cinab kana ka shaqeeyo dhulka banaana beer waa banaanta yiraahdo oo timarta saxayay ku baneeyo laakiin xadiis saxiix ah ilaaba inay banaanta oo madahibta kala waxa wada misalana wal mudaarada faa'ido wadaagiyo kale waa mudah qofad lacagtaada u dhiibey waxa leeyahay ka shaqee faa'ido ka keen faa'idada keento boqolki intaas leeyahay ama intaas aan leeyahay mudaarada leeyahay waa mudah واجب سنة من ما والاستمتاع إنه كل راحي سننك بزوجة حاس كيسة إيه والأمة أضانت بعد التطهور ما كيكا ظاهر نقطة من الحيط حيث ومضح وأكل المستلبات وحيالها معان إلا سكعنا حلوة إيه تمرت إيه ملبك إيه اللي سكاك برا وحلالوي مضح ويان لما دعا ينفط يان وحصل بري وحراني كده لديهما واللبس المستحسنات لك ونأكسن إلا حرتا ومضح وشيء اسكم مضح إلهي باب بني قل من حرم الزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الثالثة مسألة صدح أيضا أثره ومضح رات كيس معنا حكم كيس المباح ومباح ينظر له على فيرنا من شيئتين لبقنا الأول بقاؤه مباح باقي شديسة على أصل الإباحة وكو باقيه فلا يترتب كرة مما عليه مباح ثواب أجرسين ولا عقاب عقاب وذلك وقتك وذلك وقتك أوسن كرة مين إذا ثابت ومد سغنانا إذا دعنا ظرف عادية كدقينا الخبر كل ذنين إذا لم يكن مركو سنأهانين مباحو وصيلة وصيلو أما ذلك حقنا كو إشاراني وذلك حقن كالصوشيك أحوها فلا يترتب عليه ثواب ولا عقام
وذلك حكم كاس ثابت ومد سكنانا غرمو سكنانا اذا لم يكن هذان مباح اهان وصيله مد لو غارا الى مامور به شيء ليس امر او من هي الامر شيء ليس كريم الثاني وجه كلامه لا غير مباح ان يخرج وان مباح كبحه عن اصل الاباحه اباحه اصل كيدي سيوغا بحا بان يكون انه هذا او بحا وصيله مد لو غارا الى واجب او مندوب انا شيء ليس نيه لو غارا او مكروه انا كراهيه لو غارا او محرم انا شيء لحرمه لو غارا فياخذ وحقوقنا هو مباح فياخذ وحقوقنا مباح حكم ما شيء حكمكيس كان مباح او هذا وصيله مد لو غارا اليه شيء غاس على ما تقدم بيانه سيدي عدينتي سوهر مرتي الرابعه مساله افريضا اسماء هو مقعيال كمباح يسمى المباح مباح وحلو مقعبه كو كدسغي حلالا لبو كما في قول سيدي الله قولك سكسغان تعالى الله واسرياه احل لكم وحلينين حلالي ليله الصيام صونك هرينكيس الرفث قلموشو الى نسائكم دمركين ابو قلموتان رفثك وحل هذا مقدمات الجماع هي جماع لفت الكيسبه وجائسا والله مقعبا صدح ودلقا كي لسيدي الله امد كسيدينا والله مقعبا دلقا حلال وي دلق انتيو كو إعلالنا نحن هيدو كو قدنسينا لأن الشارع لها شرع الدجيها أطلق وسيداي للمكلف قفك مكلفك الخيار خيار كو سيداي في الفعل إنو سمي وخيار إليه إيا وطرق إنو قطقو أفر تاسوي مقعيالهم وهذا حكم كان وقدم بيو مباحة تمام الكلام وهذا مذكور كان أنك سوادا وحتى حكم كي مباحة أنك سوادا وهذا كانوا تمام الكلام وهذا الكلام ما يستيرن كيسة على الأحكام أحكامتي لقاهد له أحكامتي التكليفية التكليف كلهم